سبقتها؟ وش هي؟ والله سبقت الخيل، سبقت البعارين. وش هي اللي سبقتها؟ زوجتي. تبيه؟ اكيد. من هي؟ علمني من هي واقول لك. ها؟ سبقتها؟ ايش يعني سبقتها؟ كلمة سبقتها يعني؟ لا والله ما سبقت مين؟ بس. لا. طبيعي. لازم اسبقها، الرياضة شيء أساسي في الحياة. بالنسبة لي أفضل الرياضة طبعاً الجري، أحب المشي، كرة القدم. الحين بادل. والله بالرتم الأول دراجة. رياضة التنس. قيادة الدراجة الهوائية داخل المدينة. الصباح. بعد الفجر. 8:59 والساعة 9 الشتاء والصيف. كل الأوقات اللي الظهر. المغرب. أسبق الأزمة ومارس الرياضة. أسبقها. أسبق الأزمة ومارس الرياضة. أسبقوها يلا. أسبق الأزمة ومارس الرياضة.